والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثامنة. إذن نبارك لكم ولكافة الجهات الحكومية فوزكم بهذه الجائزة، جائزة التميز في التواصل مع العملاء. نود حقيقة أن نتعرف على مدى أهمية هذه الجائزة بداية، وأهمية أيضا نظام تواصل في تطوير العمل الحكومي. الله يبارك فيك أخوي وتمسي عليكم بالخير. بداية طبعا أود أن أتقدم وبالنيابة عن كافة الجهات المكرمة بعظيم الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، لقاء تفضل سموه بتكريم مجموعة واسعة من الجهات الحكومية ومنحنا جائزة التميز في التواصل مع العملاء عبر نظام تواصل العام 2021. احنا طبعا اليوم نعتز جميعا بهذا التكريم الذي سيحفزنا بلا شك نحو مواصلة الجهود لتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي مع جميع المواطنين والمقيمين وتطوير مختلف الخدمات الحكومية وتقديمها بأفضل جودة. مثل ما نعرف النظام انطلق برؤية ثاقبة من سموه العام 2014، ووجه سموه حينها بالتطوير نظام آلي وطني وشامل يتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين، ونتيجة المتابعة حقيقة يعني الحثيثة لسموه المستمرة كل 3 شهور يطلع على الشكاوى الواردة في النظام والحرص على متابعتها والرد عليها والتأكد من حلها والتأكد من جودة أيضا الرد وتقديم الحلول الجذرية لها، كان كل ذلك له بالغ الأثر في زيادة عدد الجهات من 3 جهات في السنة الأولى إلى وصلت اليوم طبعا إلى 48 جهة، وارتفاع أيضا معدل الردود ضمن اتفاقية مستوى الخدمة. بداية النظام كانت 50% في السنة الأولى، نهاية السنة الأولى وصلت 65% ثم 75 ثم 90، استقرت بعدها بين 95 و98%. اليوم نتكلم عن يعني لأول مرة توصل الردود إلى مستوى 99%، وهذه طبعا يعني رغم أن النظام تلقى في هذا العام أو عام 2021 139,000 طلب، هذه كلها دليل على نجاح هذه المنظومة وأيضا طبعا فوز هذه الجهات بهذه الجائزة. عدد كبير من هذه الجهات دليل أيضا على إيمان هذه الجهات بدور النظام وأثر عملية التطوير والتواصل، ويؤكد التزامه بتوجيهات الحكومه واستجابتها المستمره للجمهور. نعم، وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال حفل تكريم الجهات الفائزه، وجه سموه بضروره مواصله تطوير النظام الوطني للمقترحات والشكاوى، فما هي ابرز ملامح التطوير التي سيشهده النظام في المرحله المقبله؟ نعم، نحن طبعا في هيئه معلومات الحكومه الالكترونيه وبفضل توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء متابعة الحديثة مع معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، ما ضمن في عملية التطوير حسب توجيهات طبعا سموه وتطبيق تواصل يعني تطوير النظام وتطبيق تواصل يحقق تطلعات الحكومة ويتماشى مع تطلعات الجمهور. من خلال طبعا توجيهاته راح يتم توظيف مختلف التقنيات الحديثة واستثمارها الارتقاء بهذه القنوات الإلكترونية اللي عززت من المشاركة الإلكترونية لدى الجمهور. أيضا راح يتم حسب التوجيهات نعمل على وضع معايير إضافية لجائزة التميز في خدمة العملاء بما يسهم في زيادة التنافسية بين الجهات، استمرارا لمساعي تحسين الخدمة الحكومية للمواطنين تتضمن طبعا جودة الرد، الفترة الزمنية المستغرقة للانتهاء منه. كذلك نقوم يعني حاليا على زيادة عدد الجهات المنضمة وإضافة استطلاع الرأي بعد الرد النهائي، وهذه أيضا راح يرفع من مستوى جودة الخدمات. أيضا تطوير صور المطور راح تكون لفئات أكثر، تصنيف الشكاوى للجهات راح يكون في تصنيفات اكثر، طلبنا من الجهات تحديد تصنيفاتها راح يساعدها ايضا في التعاطي مع الشكاوى بشكل اسرع وبجوده اعلى، وايضا مراجعه شامله لاتفاقيه مستوى الخدمه للجهات الحكوميه وعدد يعني اضافي ما يعني يمكن الوقت ما يسعف من التطويرات اللي وجه بها سموه ان شاء الله شغالين في خلال هذا العام 2022 ننتهي منها. نعم. مع نهايه العام او بدايه العام القادم من جميع هذه حزم التطويرات ان شاء الله باذن الله. نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد. شكرا لك سعاده السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه، شكرا على هذه المداخله.